اولا كنشكر هاد المنابر اللي مواكبه هاد المأساة، لان مأساة في الحقيقه، لان ما كانتش مأساة طنجة وانما مأساة وطنية، وربما تخط يعني وتخطت الحدود الوطنية وصبحت مأساة دولية يعني في الحقيقة. اللي نبلغ لكم هو انني كنحيي القضاء المغربي، يعني بذل واحد المجهود كبير جدا الى جانب الاعلام، لان انتم هما اللي عطيتوا وجهة نظر الراي العام حول الجريمة، واللي كان في الحقيقة القضاء كان يعني في وقع جيد. علاش؟ لأن الجريمة كانت شنيعة وقوية، يعني اللي خلت التدخل ديال صاحب جلالة في مواساته للعائلة وللرأي العام، لأنه تكلم باسمه وباسم الرأي العام لمواساة العائلة في المصاب وفي الجريمة الشنيعة كما سمناها. كنت أتمنى تكون سابقة في العالم، يجي واحد الإنسان أمام القضاء ويتوجهنا الرأي العام اللي سمعني ويقول أنا أذنبت. فإحنا الآن لا نعتبر، كنعتبره بأن الملف في يد أمينة، أمانة مطلقة، فننتظر اللي مش يصدر من عند يعني من عند صاحب الجلالة، مش يكون هذاك هو الصائب. احنا مثلا كدفاع كنعتبروا بان هاد العملية ما وقعتش بين رشداء، بين اسماني وقعت على طفل سن 11 سنة، ووقعت فيها واحد الغدر خطير. احنا شفنا شنو رد الفعل ديال المجتمع ديك اللحظة، كانت الأمهات كيمشيو يديو ولادهم مدارس وكيبقاو تم حتى يخرجوا، يعني كان رد فعل خطير جدا من المجتمع. يعني خصكم تشوفوا البشاعة ديال العملية. هل تعلمون أن عدنان في اللحظة اللي مش وقع القتل ديالو كان ينزف كله دما ومش تتمارس عليه هاد العملية، ومش يوقع القتل ديالو كأن إنسان في الدو يعني دمية مشي الإنسان. فكانت جريمة مثل ما يعني صورها صاحب الجلالة في البرقية المواساة ديالو شنيعة، يعني الشناعة في أرقى صورها. وأصدرت المحكمة الآن القرار النهائي، لأن المحكمة النقدية محكمة قانون هي تراجع ذلك الدفعات التي يعني تقدم في مذكرات الدفاع حول الخلل القانوني الذي يمكن أن يكون قد وقع في المحاكمة، في سير المحاكمة العادلة، تبين بأن لا خلل. وأيدت يعني الآن أصبح رفض الطلبات، أصبح الحكم الإعدام حكم نهائي بات. يعني المصادقة هي موضوع ديال سلطة تقديرية كبيرة، واحد يعني ديال ملك اللي كيحمي البلاد من كل يعني يحميها من الوحوش ومن الجرائم ومن الرسماني على كل في كل مستويات. فاحنا قلنا هو النظرة ديالو لأن السلطة التقديرية ديالو كيف سيقول القرار الأخير، احنا معه نعتبره بأنه أمير المؤمنين، هو المسؤول على الشرع الإسلامي وعلى الأشياء. نعتبره بأنه القاضي الأول، هو اللي مش يقولنا وجهة نظره الأخيرة في هذا الحكم في هذه العملية. فهنا السلطة التقديرية كتبقى المؤسسة الملكية، ما يمكنش نقولوا احنا اسمعني هي ليلو، احنا القرار ديالو مش يكون اسمح لي